صباح الخير، يعطيكم العافية. أول شيء بتمنى لكم حظ سعيد بسنة ثالثة. بشكل عام السيستمز بسنة ثالثة أسهل، وأنتوا أصلاً مور أورينتد أحسن من سنة ثانية، بس لازم ندرس أول بأول. إذا بتلاحظوا جدولكم بيسمح لكم إنه تدرسوا المادة أول بأول. عنا الأربعاء والخميس أوف، مع الجمعة والسبت هي أربع أيام، فمفروض أنت ما تراكم على ذلك. ما مزبوط تخليها قبل يوم الامتحان، هذا بيعمل لك ستريس وبيخلي نتائجك مش زي ما انت بدك، تمام؟ اذا نعود حالنا ندرس اول باول. بالنسبه لماده الهيستولوجي بالاتش ال اس سيستم، هم عباره عن 8 محاضرات ولابين، 8 محاضرات ولابين وجلسه ديسكشن. الثمان محاضرات بغطيهم ثلاث فايلات، فايل اسمه بلاد سيلز، فايل اسمه لمفاتيك سيستم، وفايل اسمه هيماتوبوليسيس، بغطي الثمان محاضرات. هلا بالنسبه لللاب رح ناخذ لابين، لاب بالمحاضره ولاب بلاب الهيستولوجي. هلا لابات الهيستولوجي هو لاب واحد ولكنه حيكون على مدار اسبوعين، لان لاب الهيستولوجي صغير، فراح اقسمكم على مدار اسبوعين. في ناس راح يطلع لها لابها بالاسبوع الثالث، في ناس راح يطلع لابها بالاسبوع الرابع. ان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع بتكون قواعد لابات الفيسيولوجي والهيستولوجي جاهزه. اوكي، اللاب الثاني راح يكون في المحاضره، يعني نشرح فيه عن الصور اللي ممكن تيجي في الامتحان. اي سؤال اي استفسار. طبعا الماده مدمجه، راح اعطيكم ست محاضرات وجاهيه ومحاضرتين ريكوردد، وراح يكون عليهم اكتيفيتيز لما يزبط الاي ليرنينج، تمام؟ واذا بتحبوا هدول المحاضرتين الريكوردد نعمل سيشن يكون اختياري انه نرجع نعيدهم هدول المحاضرات، ما في مشكله بننسقهم. رح نبلش بموضوعنا اليوم. موضوع سهل لانه انتم بسنه ثانيه اخذتوا اميونولوجي، فعندكم you have an idea about the different types of blood cells and their function in immune reaction. بدايه بدنا نحكي عن البلد as a special form of connective tissue. قبل ما احكي عنه as a special form of connective tissue, let's revise the structure or the organization of the loose type of connective tissue. اللي هو connective tissue proper اللي اخذناه بسنه الاولى كان عباره عن ايش اذا تتذكروا؟ كان عباره عن cells and extra cellular matrix. والcells of the connective tissue different types of cells، يعني ممكن الاقي مين هاي السيل الموست كومن تايب اوف سيل اللي بتصنع الفايبرز؟ هاي الفايبروبلاست هي الموست كومن تايب اوف connective tissue cells. ممكن الاقي الماكروفاج، ممكن الاقي الاديبوسايتس، اذا different types of cells inside the loose type of connective tissue. طب what about the extracellular matrix؟ أي إشي برا السيلز هو extracellular matrix. It's composed of fibers and هذا الفراغ الذي لا لون له ولا شكل ground substance. إذا fibers and ground substance. The fibers three types of fibers: collagen, elastic, reticular fibers. هذول اللي عاملين شبكة يسمون reticular fibers. The background where the cells and the fibers are floating. This is ground substance. What is ground substance? Simply, مية. The ground substance هي عبارة عن مية. And this water inside the ground substance is stabilized by large macromolecules, the proteoglycans. إذا بتتذكروا بسنة أولى حكينا إنه لو عندك بدك تعمل جيلو، بتجيب الباودر أوف ذا جيلو ومية، تمام؟ الباودر أوف ذا جيلو هو البروتيوغلايكانز اللي when these proteoglycans are added to the water inside the ground substance, they convert the water from liquid state into more viscous state. تمام؟ إذا معلقة الباودر هاي هي البروتيوغلايكانز in addition to glycoproteins inside the ground substance. طب لو سألتك what is the origin of the connective tissue؟ بتقول لي ميزينكارد. إذا we have to apply these concepts on blood. The blood is a special form of connective tissue. It has cells and it has extracellular matrix باللون الأحمر. ما يميز the blood إنه ال extracellular matrix is fluid. علل. بتقولي لا في fibers ولا في معلقة الجيلو هاي ال proteoglycans اللي بيحولوا المية into a more viscous state. اتفقنا إنه ليش ال extracellular matrix is fluid and we give it a special name, we call it plasma. اسمها بلازما. Cells of the blood are red blood cells, white blood cells and platelets. What's the origin of blood? بتقولي again from mesenchyme. إذا blood is a special form of connective tissue originating from mesenchyme. طبعا هذا الكلاشيه لازم نبدأ فيه دائما. What are the functions of blood؟ بتقولي بنعرف
It acts as a transport medium for nutrients, the glucose, for the gases, for the waste products like urea, ammonia. برضو it acts as a transport medium for hormones. مهم الهرمونز are released by endocrine glands into the bloodstream. وبالتالي they use the blood to reach their targets. وبرضو it acts as a transport for immune cells. هي ال white blood cells. They circulate inside the blood in order to reach different sites of infections. وبرضو درسنا بالskin histology how the blood is involved in regulating the body temperature. حكينا لما يكون الجو بارد شو بيصير بالcutaneous blood vessels. يصير فيهم vasoconstriction reducing the heat loss from the blood through the surface of the skin. If the weather is warm, we see vasodilation of these blood vessels increasing the heat loss from the blood through the surface of the skin. وبرضه رح تدرسوا في الفيزيولوجي how the blood maintains the acid base balance. لازم ال pH of the blood to stay slightly alkaline 7.4. Okay. Now the blood circulates inside a closed cardiovascular system starting from the heart and ending with the heart with a total volume. كل volume of the blood inside the vascular system is between 5 and 6 liters. What is the color of the blood? بتقول لي in anatomy textbook we usually draw arteries in red color and we draw veins in blue color. This is misconception. لأنه blood is always and always red in color. The degree of redness, bright or dull red in color, depends on the amount of oxygen inside the blood. كل ما كان the blood more oxygenated, like in most arteries, it appears bright red in color. وكل ما كان less oxygenated, like in most veins, it appears dull red in color. تمام؟ طيب. بتقول لي بدنا ندرس the different components of the blood. كيف نعمل؟ نجيب ناخذ طبعا sample of blood from veins ولا arteries؟ veins superficial ولا deep؟ superficial. درسنا بسنة أولى أيام الجاهلية إنه في basilic vein وcephalic vein وin between median cubital vein. تقدر تاخذ sample of blood from these superficial veins and you place it inside a test tube and this test tube has to be pre-treated with anticoagulants. علل ليش لازم التست تيوب يكون pre-treated with anticoagulants؟ عشان أول ما تشيل البلد انت من الفاسكولار سيستم it undergoes clotting. إذا to prevent the clotting outside the blood vessels outside the vascular system. طيب and then we place this test tube inside and we perform centrifugation يعني spinning at high speed in order to separate the different components of the blood according to their density. يعني denser components will precipitate at the bottom of the test tube while lighter components are going to form supernatant. إذا again أخذنا let's say we take 100 ملي of blood 100 ملي من blood inside a test tube وعملنا لهم separation. بتقول لي 45% يعني 45 ملي is formed by cells وبيضل عندي 55% يعني 55 ملي فور بلازما. بدي ابلش في البلازما. بلازما is simply water. 90% من البلازما is water مع شوية electrolytes, nutrients, proteins بنسميهم بلازما proteins, waste products, gases, hormones كله موجود in a little percentage inside plasma. طب what about the cells؟ بتقولي cells they form 45% من blood volume. These cells are erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes, platelets. These cells are called formed elements. لأنهم they were formed inside the bone marrow. المصنع اللي بصنع different types of blood cells. They are formed inside the red bone marrow. نخاع العظم الأحمر مش inside the peripheral blood. And that's why we call them formed elements. طيب. لما نطلع على الـ percentage for each type of white of blood cells الإريثروسايتس they form 44% of the total volume of the blood and only 1% for the white blood cells and thrombocytes. يعني طلع لي هون قلنا أخذنا 100 ملي of blood رح يطلع عندي 44 ملي for red blood cells 1 ملي for white blood cells and thrombocytes
و55 ملي فور بلازما. تمام. هلا بيقول لك انه الراتيو اوف ذا فوليوم اوف ريد بلاد سيلز ريليتيف تو ذا توتال فوليوم اوف بلاد اللي قلنا حوالي 44%. This is called hematocrit. Very important. Very important. رح تاخذوه في الباثولوجي. Indication of the volume or ratio of the volume of red blood cells relative to the total volume of blood. طبعا here we have normal ranges. لاحظوا إنه ranges for females are less, and this is simply because of menstruation each cycle. Plus إنه estrogen has inhibitory effect أو بيعمل to يعني بيعمل reduction in the hematopoiesis اللي هي عملية the production of different types of blood cells inside the red blood cell. بعمل suppression a little bit to this process. طبعا شايفين the middle layer high اللي هي 1% representing the thrombocytes and white blood cells. This is called buffy coat. أول ما عملوا separation the different components of the blood لاحظوا وجود layer بيضة سموها buffy coat. And that's why cells, the white blood cells are called white blood cells. مش لأنه السيل نفسها لونها أبيض، لكن the condensation of these cells produces whitish color. فراح أعطوا السيلز اللي they form this buffy coat سموهم white blood cells. إذن here we have the different components of the blood. لاحظ لأنه white blood cells are five different types بتعرفوا وشايفين الرينجز هاي ما بديكم تحفظوهم لأنه هم بيعتمد على اللاب مش بس population specific بيعتمد على اللاب والماشينز اللي في اللاب يعني هاي مأخوذة US National Board of Medical Examination هاي النسب يعني مرة بعض الطلاب قالوا لي ليش في الباثولوجي أعطونا نسب مختلفة عن الهيستولوجي عن الفيزيولوجي حسب السورس الكتاب اللي احنا راجعين له فبالتالي مش مطلوب منك بس بتكون around يعني كل هالقيم بتكون around these percentages. اللي بدي اياك تعرفه بس انه in each one microliter of blood تخيلوا in each one microliter of blood we have 5 million red blood cells بينما in each one microliter of blood we have thousands from 4 to 11 thousands من ال white blood cells. اذا شايفين الاختلاف ما هي وحده عامله 44% وشيء عامل البارت عامل 1% of the total volume of the blood. At the level of the capillary bed, at the level of capillary bed, we have arterial side and we have venous side. وفي عنا two forces acting on the blood, two pressures. عندي hydrostatic pressure and osmotic pressure. The hydrostatic pressure results from the pumping force of the heart, okay, and it forces the fluid to leave the arterial side of the capillary bed. To enter the tissues, and this fluid is rich in oxygen and nutrients. هلا, what remains inside the blood are large plasma proteins. They are necessary to stay inside the vascular system in order to create osmotic pressure. وهذا osmotic pressure is necessary to bring the blood back again into the vascular system. إذن هذا osmotic pressure forces the fluid. اللي بيكون rich in carbon dioxide and waste products to return back into our vascular system. مين اللي عمل creation لهذا osmotic pressure؟ هم البلازما بروتينز. مين هم البلازما بروتينز؟ The most important plasma proteins. بتقول لي number one الالبومين. الالبومين is synthesized by the hepatocytes of the liver. بيشتغل to create osmotic pressure inside the blood. And in addition it has extra functions, it acts as a transport protein for steroid hormones and fatty acids. And the another large plasma protein, وهو the largest plasma protein, fibrinogen. برضو again, it's synthesized by the liver cells and hepatocytes. برضو it acts for clot formation. And the كمان globulins inside the plasma. The globulins are three types, alpha, beta, and gamma. Alpha and beta, برضو they are synthesized by the liver cells. And they act to transport fat-soluble vitamins, lipids, and ions. بضل عندي gamma globulins. هدول simply the immunoglobulins اللي إحنا درسناهم السنة الماضية. مين اللي بينتج the immunoglobulins؟ درسنا هاي السيل اللي اسمها plasma cell. It's the antibody secreting cells. ودرسنا إنه we have five different types of immunoglobulins. اختصرناهم. ماجد. تمام؟ هلا these antibodies. They form complexes with the antigens
And these complexes deactivate the antigen or facilitate its phagocytosis by the phagocytic cells of our immune system. تمام؟ طلعني على color of the fresh plasma. It appears light yellowish in color. بتقول لي طيب بدي أدرس the blood under the light microscope. سهل. We take a drop of blood. We put it on a glass slide. بنجيب another glass slide. We call it spreader. In order to spread this drop of blood, creating something called blood film or blood smear. تمام؟ احنا درسنا انه you have to fix the tissue and then to stain it to be able to view it under the light microscope. Do you think we can use الفورمالين او الparaformaldehyde, this strong fixative, do you think we can use it with this thin film of blood? لا طبعا لانه رح تتكسر السيلز. السيلز are going to break down لانه الفورمالين is a harsh type of fixative ما بيزبط. We have to use a lighter type of fixative اسمه ميثيل الكحول وبنخلطه مع الصبغه. يعني here this stain it contains blood stain, neutral stain, acidic dye and basic dye. In addition to it we have light type of fixative. تمام؟ طيب ايش هي الستير اللي بنستخدمها to stain blood smears or blood films؟ عندي here three different types of blood stains: جنزة stain, right stain, لشمان stain. مطلوبة منا لشمان stain. عبارة عن ايش هاي الصبغات؟ Again they are similar to hematoxylin and ether. يعني neutral dye. ايش يعني neutral dye؟ يعني فيها acidic dye and it has basic dye. ال acidic dye stains the basic components of your tissue. The basic dye stains the acidic components of your tissue. زي الهيماتوكسيلين والإيثر. الهيماتوكسيلين stains the acidic components with the blue color. والإيثر stains the basic components with pink color or red color. Pink or red according to the concentration of إيثر. كل ما زاد تركيز الإيثر كل ما عطاك more reddish color. Same concept here for different types of blood stains. خلينا نشرح عن الليشمان stain. بتقول لي it has acidic dye and it has basic dye. مش الهيماتوكسيلين. مش الهيماتوكسيلين. الإيوسين dye نعرفها it stains with pink or red color. الميثيلين blue هي basic dye. It stains the acidic components with blue color. Blue color. وبيكونوا dissolved inside fixative اسمه مثل الكحول. تمام؟ In addition, this dye, Leishman stain, okay, contains additional stain or additional dye, اسمها azur dye or azur dye. And here we have the same concept. The azur dye stains the structures and we call these structures azurophilic structures. يعني, the stain with eosin, acidophilic structures. The stain with methylene blue, basophilic structures. Will stain with azur dye or azur dye, اسمها azurophilic structures وراح نحكي عنها في المحاضرة الثانية. تمام up to now؟ طبعا بعد ما عملنا staining for this blood film we cover it with a glass cover slip for protection and now it's ready to be viewed under a light microscope. بنبلش بأول component of the blood اللي هم red blood cells. In fact these cells should be called red blood corpuscles. كريات الدم الحمراء. علم لأنه these are not true cells. These structures or these corpuscles are simply bags of hemoglobin. أكياس من الهيموغلوبين. يعني بلازما ميمبرين. Okay. والسيتوبلازم is filled with hemoglobin. We do not have organelles or nuclei inside the red blood cells. طبعا تجاوزا رح أحكي red blood cells. Okay. طب since these corpuscles do not have nuclei or organelles. Do you think they have long life span inside peripheral blood? أكيد لا. أكيد لا. Maximum بيريشوا on average بيريشوا 4 months in peripheral blood. أي في هون كراسي هون. They live for 4 months in peripheral blood. وبعدين هدول الaged red blood cells are eliminated by مين هدول البيج إيترز؟ الماكروفاجز. مش اي ماكروفاج. الماكروفاجز inside the bone marrow, the spleen and liver. And we are going to talk about the mechanisms by which spleen and bone marrow and هدول lymphatic organs
how these organs eliminate red blood cells, aged red blood cells from peripheral blood. طيب. What is the origin of red blood cells? بتقول لي they originate from red bone marrow inside the cavities of our bones in a process called erythropoiesis, عملية formation of erythrocytes. Do you think, طبعا red bone marrow, it contains stem cells, هدول stem cells, they divide and differentiate to produce the different types of blood cells. Do you think إنه the precursor cells for red blood cells أو the mother cells اللي موجودين في red bone marrow, do you think هدول cells can be nucleated with organelles? أكيد. The original cells can be nucleated cells. They have many organelles. شو بتتوقع the most important organelle في the precursor cells of erythrocytes? إحنا بدنا ننتهي ب cells filled with hemoglobin, protein. مين الأورجان اللي بصنع البروتين؟ ريبوزومز. إذا الأوريجينال سيلز بتكون very rich in ريبوزومز. بتضل هاي الريبوزومز synthesizing more and more hemoglobin. تختفي الريبوزومز. النيوكليوس بصير لها condensation and then extrusion from the cell. بتطردها من السيل. Once these cells are mature enough, they are released from the red bone marrow into bloodstream. بيمشوا في peripheral blood to perform their function اللي هو الغاز exchange for 4 months on average, and they are then eliminated by the macrophages of bone marrow, liver, and spleen. تمام؟ طيب، إذا سألتك معناته، what is the only organelle inside erythrocytes؟ مين الأورجانيل الوحيد الموجود في الإريثروسايتس؟ مين تفضل؟ ما في ميتوكوندريا، لا، ما في أورجانيلز within the cytoplasm. بلازما ممبرين فقط، هي بلازما ممبرين containing hemoglobin. اتفقنا؟ طيب طلع لي على شكل red blood cell. top view it appears rounded in outline. sectional view it appears biconcave in shape. upper concavity و lower concavity. و plasma membrane و cytoplasm is filled with hemoglobin. بالعادة أنا ما بطلب منكم تحفظوا أرقام، بس we have to know the diameter of red blood cell. The average diameter is about 7.5. The range, the diameter ranges between 6 and 9 micrometer in diameter. ما تحفظوا لي thickness، بس مهم نعرف the diameter of red blood cells. Why do you think إنه the erythrocytes are biconcave in shape؟ ليش؟ مش لو كانوا spherical in shape، معناته they will have more hemoglobin. معناته their capacity to carry oxygen is more. مش هيك المنطق بحكي؟ شو رأيكم؟ ليش شكلها biconcave in shape؟ برافو عليك. احنا اللي بهمنا surface area for gas exchange. هذا الشكل provides larger surface area compared to the cell volume, and this is very important for gas exchange. إذا هي أول فائدة لل biconcave shape. ثاني فائدة، this biconcave shape gives flexibility for the cells. كيف يعني؟ يعني هدول cells they have to pass through tiny capillaries. لازم يمشوا bifurcation areas. The biconcave shape هذا it allows these cells to change their shape while they are passing through a tiny capillaries. واللي بيساعدهم the structure of their plasma membrane. يعني طلع لي هون، خلينا نعمل quick revision. The structure of the plasma membranes inside our body. بشكل عام the plasma membrane عبارة عن double layer of phospholipids with associated proteins. عندي two types of proteins. عندك transmembrane protein that spans the entire thickness of plasma membrane. عندك peripheral proteins. بعضهم بيكون attached to the extra cytoplasmic surface of the cell. وبعضهم is attached to the intra cytoplasmic surface of the cell. ولاحظوا إنه كمان في سكر، في شجر. هذا الشجر، الشجر is attached to protein, so we call it glycoprotein, or it's attached to lipid, so we call it glycolipid. Most plasma membranes in our cells بيكونوا mainly phospholipids, mainly phospholipids. But for erythrocytes, 50% of the plasma membrane is formed by proteins. وهذا بيعطيها high flexibility. 40% lipids and 10% for the sugar. والشجر من وين طالع؟ من برا، من الاكسترا سايتوبلازميك سيرفيس اوف ذا سيل. شو سميناها بسنة أولى؟ السكر اللي طالع من الاوتر سيرفيسز اوف اور بلازما ممبرينز. جلايكو
glycocalyx الكود glycocalyx تمام. اذا مين اعطاها هاي الفلكسبيليتي للريد بلود سيلز؟ مش بس شكلها برضه الستراكشر اوف اتس بلازما ميمبرين اعطاها جريت فلكسبيليتي تو تشينج اتس شيب وايل اتس باسنج ثرو تايني كابيلاريز. دي اندرجو سمثينج كولد كابينج لانه الدايامتر اوف ذا سمولست كابيلاري بيكون 4 مايكرومتر ان دايامتر. وهي السيل 7 كيف بدها تمشي؟ معناته لازم يصير في شيء اسمه كابينج اوف ذي سيلز ان اوردر تو باس ثرو تايني كابيلاريز. مش بس هيك بتقول لي الريتروسايت هاز راوندد ايدجز. طبعا لازم يكون راوندد ايدجز لانه if these red blood cells have pointed edges they are going to stick to the wall of the blood vessel وبالتالي to reduce the blood supply to the tissue resulting in hypoxia. في كمان شغلة exactly here هذا البلازما ميمبرين okay exactly under the plasma membrane we have a meshwork of proteins شبكة من البروتينات we call them submembranous proteins. These proteins like spectrin and alkyrin they act to anchor the plasma membrane to the substance of red blood cells and this is very important يا جماعة. ليش؟ أول شغلة to maintain the biconcave shape of these cells. احنا قلنا راح يتبعصوا ويمشوا through tiny capillaries. لازم البلازما membrane هذا يكون مثبت بال substance of the red blood cell. Okay. شغلة تانية, it's very important to prevent something called membranous fragmentation. ركزوا معي. هلا تخيل اني انا red blood cell. انا substance of red blood cells ولابس فستان كتير كبير representing my plasma membrane. احنا قلنا البلازما membrane اكبر من the substance of the red blood cells. هلا انا هذا الفستان اللي لابسه اذا بمشي في مناطق ضيقة كتير كل ما امشي في مناطق ضيقة كل ما راح يلمزق شوي الفستان يلمزق من هون بالمزق من هون بالمزق من هون بطلع من التايني تانل وانا ايش صار في ريدكشن ان سايز اوف ماي دريس. سيم كونسبت فور ريد بلود سيلز. لو ما كانت موجوده هاي السب ميمبرينس بروتينز مثبته بلازما ميمبرين تو دي سبستانس تو دي سايتوسكيليتون اوف ريد بلود سيل معناته او بتطلع هاي السيل من البون مارو بتمشيلها اول لفه في البلد بالمزق شوي بتمشيلها كمان لفه بالمزق كمان شوي من الميمبرين اند سو اون اند سو اون. And this is called membranous fragmentation of the plasma protein. بتقول لي مش مقتنع. بقول لك خلينا نشوف this genetic condition. Here in this condition, في عندي defect mutation in spectrin protein, one of the submembranous proteins اللي بيثبت the cell membrane to the substance of red blood cell. The red bone marrow produces biconcave shaped erythrocytes. في البداية هي biconcave shaped cells. Then they are released into bloodstream. بيمشوا في البلد أول لفة membranous fragmentation weak. Another membranous fragmentation and so on. فبتضل هالسيل تفقد من the plasma membrane until we end up with spherical erythrocytes. كرويات الشكل. Spherical erythrocytes. طبعا هدول their capacity for gas exchange is less وبرضه they have higher chance to occlude the tiny blood vessels وبالتالي reducing blood flow to the tissue and we call this condition spherocytosis. Spherocytosis فهمنا أهمية هدول submembranous proteins. طيب لو قلت لك شو تتوقع the staining reaction of red blood cells في blood films بتقول لي أكيد acidophilic. علل ليش acidophilic؟ هم شو فيهم؟ شو فيهم؟ هيموغلوبين والهيموغلوبين is a basic protein معناته they are going to interact with an acidic diet producing acidophilia. إذا لما تطلع عليهم تحت اللايت مايكروسكوب you see rounded cells with acidophilic with central pale areas. Central pale areas علم ليش المنطقة بالسنتر بتكون less acidophilic؟ because of the shape of these cells. هم biconcave in shape. يعني the amount of hemoglobin في central part of the cell is less than the peripheral part of the cell. فطبيعي تكون في center less acidophilic والperiphery يكون more acidophilic. تمام؟ إذا لما يكون في عندك red blood cells acidophilic rounded with central pale area representing one third of its diameter, one third of its diameter we call these cells اقرأ normochromic cells.
with the central pale area representing one third of the diameter of the cell. طيب لو جيت اطلعت انت هون زي كونديشن السفيروسايتوسيس طلع لي على هاي السيل. Do you think هاي السيل اصلا كانت white concave shape؟ لا هاي spherical in shape لانه ما في central pale area. So how would you describe this cell؟ احنا قلنا النورمال سيلينج رياكشن نورموكروميك. طب لو كانت كلها اسيدوفيلك شو نسميها؟ هايبركروميك. هايبركروميك اوكي. طب لو طلعت على الريد بلاد سيل لقيت انه السنترال بيل اريا عامله مور ذان هاف اوف ذا دايامتر اوف ذا سيل او عامله هاف اند مور اوف ذا دايامتر اوف ذا سيلز. هاو وود يو ديسكرايب ذيس سيلز؟ هايبركروميك. اتفقنا؟ هايبركروميك. طيب اذا اجين كنا نحكي عن ليش الريد بلاد سيلز ار هايلي فليكسبل سيلز. بتقولي شكلهم باي كونكيف شيب rounded edges highly flexible plasma membrane كلها هاي features help red blood cells to perform their function in gas exchange. طب طلع لي هون برضو we can use the erythrocyte to estimate the size or the diameter of other cells. احنا اتفقنا قلنا قديش الافرج دايمتر اوف ذا سيل 7.5 اكوردنجلي بقول لك استيميت ذا دايمتر اوف ذس وايت بلاد سيل طلع عليها اتفيتس تو اريثروسايتس يعني قديش الدايمتر تبعها 14-15 مايكرومتر الدايمتر اذا بنستخدمها الريد بلاد سيل از ا ريفرنس بوينت از ا ريفرنس بوينت تو استيميت ذا دايمتر اوف اذر سيلز. Again, هذا الابيرنس اندر ذا لايت مايكروسكوب. خلينا نشوف شكلها تحت الالكترون مايكروسكوبي. هون we have cross section through capillary. Cross section through capillary. وهي lining endothelial cells. Okay. Inside here we have erythrocyte. طلع كيف شكلها. It appears electron dense in reaction. ليش electron dense؟ لأنها homogeneous. لأنها فقط hemoglobin. لا فيها organelles لا فيها نيوكليار. انت فقط بتشوف electron dense area. وانتبه لي كيف غيرت شكلها عامله cupping while it's passing through tiny capillaries using the scanning electron microscope. لانه it scans the surfaces of our tissues or cells it appears biconcave in shape. هلا another feature for red blood cells بقول لك under normal conditions و under normal blood flow normal blood flow to the tissues the red blood cells do not stick to each other ما بيلزقوا ببعض ما بيلزقوا ببعض. لكن in certain conditions ممكن surface tension in between the red blood cells to increase producing this appearance اللي شبهوه like a pile of coins okay and we call this rouleau formation rouleau in French. كمان مرة under normal condition هل بيلزقوا الإريثروسايتس ببعض؟ لا. بس إذا عندك مثلا slow circulation زي if you have infection شو بصير بالinfection؟ بيزداد blood flow to the area of infection صح؟ وبتزداد permeability of blood vessels فبيطلع more fluid from the blood والred blood cells do not leave the vascular system فبيزداد surface tension بيزداد concentration of plasma proteins بيصير the blood more viscous فبالتالي the chance for these cells to stick forming rouleau is higher. إذن هذا في الوضع الطبيعي ما بصير هذا الرولو فورميشن. Another example مثلا الناس اللي عند diabetic patients أي condition that affects the concentration of plasma أي condition that affects the concentration of the plasma proteins بيزيد the plasma proteins وبيقلل الواتر would result in rouleau formation. إذا لما ناخذ histological section ونشوف إنه في formation of rouleau ممكن نقول إنه هذا a non-specific indication of pathology non-specific indication of pathology وممكن sometimes to be artifact يعني بسبب preparation إشي نتج عن preparation لأن حطينا cells فالcells عملوا clustering مع بعض وهذا نسميه artifact because of preparation. شغلة تانية مثلا ممكن في varicose veins لما يصير في stagnation of blood ركود للblood ممكن the chance for these red blood cells to stick to each other to increase forming rouleau. إذا أهم إشي نعرف إنه rouleau formation does not take place in normal blood flow. لازم يكون في مشكلة.
طيب why do we need to study the size والshape والstaining reaction of red blood cells again؟ لأنه أي abnormality may indicate a pathology. فمنبلش بأول شغلة، ممكن يكون عندي abnormal sizes. هلأ to start with، إحنا إيش حكينا normal range for erythrocyte diameter؟ من 6 to 9. okay، we call these cells with normal diameter اسمها normocytic cells. إذا اليوم أخذنا two terms، normochromic، normocytic. إيش يعني normochromic؟ normal staining reaction، شرحنا شو هو. normocytic، normal diameter from 6 to 9 micrometer in diameter. طيب لو جيت أخذت blood film ولقيت all the red blood cells diameter is less than 6 micrometer، so we call these cells microcytes. If you take a blood film ولقيت كل الإريثروسايتس their diameter is more than 9 micrometer in diameter، شو نسمي هذول السيلز؟ macrocytes. طب إذا أخذت blood film and you notice normocytes, microcytes, macrocytes, different sizes of red blood cells, we call this condition anisocytosis. نحلل الاسم. iso the same، a للنفي، n منع عن الالتقاء الساكنين. فإذا anisocytosis يعني different sizes of red blood cells. برضو ممكن يكون عندي abnormal shapes. وإيش سبب الabnormal shapes؟ هلا حكينا عن سبب بيعمل abnormal shape. أي mutation في الهيموغلوبين، أي defect في الهيموغلوبين أو defect في السبمبرينس بروتينز، مش غيروا شكلهم صار شكلهم spherical in shape cells. yes، إذا أول condition here abnormal shape، we could have erythrocytes shaped like spheres، so we call them spherocytes. ممكن برضو erythrocytes to be shaped like ovalocytes، oval in shape. ممكن يكونوا here like here with pointed edges، we call these cells dacrocytes. طبعا هذول بتوقع انه they stick to the wall، they stick to the wall of the blood vessel، وبيعملوا ممكن occlusion of this blood vessel. وممكن السيل يكون شكلها سيكل ان شيب. اخذتوا كونديشن اسمه سيكل سيل انيميا. طيب السيكل سيل انيميا we have only one point mutation في الهيموغلوبين that results in sickling of the cells. طلع لي على السيل، do you think this cell has normal capacity to carry oxygen؟ لا، أصلا عندها defective hemoglobin. هاي أول إشي. number two، it has pointed edges. معناته chance for these cells to stick to the blood wall to the blood vessel and resulting in hypoxia is high with these sickle cells. تمام؟ بشكل عام أي abnormal shape of an erythrocyte we call these cells كلهم collectively poikilocytes. poikilocytes يعني abnormal shape. it could be ovalocyte, it could be spherocyte, it could be sickle cell. يعني هذا general name for the abnormal shaped red blood cell. and we call it condition poikilocytosis when you have abnormal shapes of red blood cells. آخر إشي staining reactions. حكينا إحنا we describe the cells as normochromic, hyperchromic and hypochromic. اسمع، عادة الhypochromic cells يعني فيهم less amount of hemoglobin، الhypochromic cells are usually microcytic صغار. so we use these terms to name different types of anemias. يعني عندك نوع من الأنيميا، إذا بدي أوصف هذا النوع من الأنيميا according to the shape and the staining reaction to the size and the staining reaction of the cells، شوف كيف نوصفها، hypochromic microcytic anemia. هاي نفسها الـ iron deficiency anemia، يعني هي بتقول iron deficiency anemia، or we can name it as hypochromic microcytic anemia. إذا فقط هذا introduction into how to name different types of anemias based on the staining reaction and the size of erythrocytes. قلنا المصنع اللي بيصنع red blood cells هو red bone marrow in a process called erythropoiesis. و this process is activated by hormone اسمه erythropoietin. erythropoietin is released by الكيدني سيلز، تحديدا الاندوثيليال سيلز inside the kidney. يعني هلا هي داخل على الكيدني الهايلوم ذا كيدني رينال ارتري. اوكي، فا if we have hypoxia
if these endothelial cells inside the kidney they sense low levels of oxygen directly they secrete erythropoietin into bloodstream بيمشي في البلد to reach the red bone marrow and then it activates the precursor cells the stem cells inside the red bone marrow to produce more and more red blood cells طبعا we have two terms عكس بعض الأنيميا والبوليسايديميا الأنيميا when you have reduction in the number of red blood cells or hemoglobin content and we have the polycythemia اللي هي عكسها when you have increase in the number or the hemoglobin concentration هلا البوليسايديميا اللي هو increase in the production of red blood cells مش بالضرورة to be pathological مش بالضرورة انه في pathological condition that increases the production of red blood cells ممكن تكون physiological يعني اعطيني مثال راح اعطيكم مثالين هلا بالهاي altitude الناس اللي بتعيش على المرتفعات because we have lower oxygen pressure it's difficult for our lungs to obtain the oxygen فبالتالي بصير في decrease in the levels of oxygen inside the blood بروح للبلد على الكدني بصير في release of erythropoietin اللي it stimulates production of more and more red blood cells طبعا مش اول ما تروح تعيش على المرتفعات بيزداد the number of red blood cells الهيماتوكريت طبعا الهيماتوكريت ايش عرفناه The volume of red blood cells relative to the total volume of blood. بالعاده, we need at least 1 week to 10 days in order to see significant increase in the number of red blood cells in peripheral blood. لأنه رح ندرس إن عملية الإريثروبويسيس needs at least 7 days to be performed to produce mature red blood cells. Another example في الأثليتس لأنه they have higher demands. For oxygen to supply their skeletal muscle, red skeletal muscles, the red muscle fibers, فبالتالي بصير في production of more erythropoietin and production of more red blood cells inside the red bone marrow. فهون بيكون الهيماتوكريت عندهم عالي. نسمع عن blood grouping A, B, AB and O group. هي simply إيش هاي الـ antigens؟ هاي antigens موجودة على cell surface of the plasma membranes of red blood cells. مش حكينا إنه في عندي transmembrane proteins وبيكون attached to these transmembrane proteins sugar. بيكون هذا الشجر عليه antigenic sites. في نوعين من الـ antigens الموجودين. طبعاً we have many types of antigens, but the most commonly used for blood grouping هو الAB antigens تمام؟ فممكن هذا مش ممكن هذا السكر بيكون فيه عليه antigenic sites من نوع A or B فبالتالي if you have antigen A on the plasma membrane of the red blood cell we classify this blood group as A if you have B antigen we classify it as B if you have both AB If you do not have ولا A ولا B, we call it O group. رح تاخذوا كمان another classification بالفيزيولوجي اسمه Rhesus classification. أي أو blood grouping. أي سؤال؟ محاضرتكم الثانية إمتى أنتوا؟ اللي بعدها مش أنسجن. اللي بعدها. ها؟ يلا ألقاكم باللي بعدها. يعطيكم العافية. في أي سؤال قبل؟ طب معلش أصوركم لأن منظركم حلو أول مرة الحضور الأخي كثيف أنا مكيفة هذا آخر سيستم أنا بعطيكم إياه والله يرضى عليكم تحضروا بدون ما تجبروني آخذ حضور راح آخذ بس لسه مش محضرة الكيو آر كودز يلا يعطيكم العافية